بنلعب باسم مصر، اي حد يكون موجود في الملعب بيشيل اسم مصر، اي حد يكون موجود كله يسنده. احنا بنلعب باسم مصر، ما بنلعبش باسم لعيب ولا باسم اي حد، احنا فرقه واحده. احنا ذات نفسنا كمصريين ما تخيلناش هذا الاداء الجميل اللي احنا لعبنا بيه. ان شاء الله احنا ورا المنتخب ومستنيين الحلم ده من زمان، وان شاء الله هنحقق الحلم ده. الفريق دوت عمل اللي عليه، انا طالع مبسوط، انا جاي مسافر 24 ساعه او 48 ساعه لغايه دلوقتي ما نمتش وطلع مبسوط. عندنا ماتش لسه، ماتشين كمان، عندنا روسيا والسعوديه، والماتشين دول هنخلص فيهم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله صلاح معانا ان شاء الله. رغم خسارته امام الاوروغواي ورغم مواجهته لصاحب الارض والجمهور، الا ان ثقه المنتخب المصري وجماهيره بتجاوز عقبه الدب الروسي في اعلى مستوياتها. فاداء الفراعنه وما قدموه امام كافاني وزملائه في اولى المواجهات حتى مع غياب النجم محمد صلاح كفيل بزيادة التفاؤل. المباراة الثانية دي مهمة جدا، احنا عاملين حسابنا ان احنا ان شاء الله يكون لنا الفوز ان شاء الله في الرد الفعل التالي، يكون فيه الحتة الهجومية اكثر. طبعا منتخب روسيا برضو منتخب مش قليل، منتخب قوي بيلعب على ارضه في وسط جمهوره، دي طبعا دي من العامل برضو اللي احنا برضو مستر كوبر بيعمل توازن برضو، خلي بالك يعني. على المكسب عودونا يلا يا مصري. عودة محمد صلاح لتشكيلة الفراعنة وإعلان جاهزيته للمشاركة أمام المنتخب الروسي رفعت سقف الطموحات بإمكانية تحقيق الفوز. إن شاء الله يكون موجود وعامل مؤثر عامة طبعا في المنتخب، وإن شاء الله ربنا يكرمنا، وأقول للجمهور إن شاء الله هنعمل حاجة وهنفرحكم الماتشات الجاية، وإنتوا تقف جنبنا وتساندونا، وإن شاء الله هنعمل حاجة كويسة ونشرفكم إن شاء الله.